سويسرا، هذه صلالة هنا، الهند، مالديف، هذه في تايلاند يمكن، البحرين، البحرين، هاي بالبحرين، هاي تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد محمد يرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الأسطرلاب. اليوم راح نعرض مجموعة من الصور لمناطق في السعودية على البحرينيين الموجودين هنا، وبنشوف يعرفون هذه المناطق فوين لو لا. برايكم مجموعة صور، وانتوا قولوا لي هالصور بأي بلد فوين. أفا عليك، تمام، لعبتك شكله مزين. من البيزات اللي عندنا رايح سياحة واجد. فينا مصر، ها سويسرا، هذه صلالة هنا، كلهم نفس البلد، كلهم نفس المكان، كلهم تايلا. لا لا، وش رايك الصور؟ والله ترتيب، والله الصور حلوين وخيال. توقع فوين؟ فوين هذا؟ وش تقول؟ البحرين. البحرين، عمان. عمان، هذه عمان، هذه عمان، كلهم نفس المكان، يعني كلهم عمان. وش درانا؟ هاي يمكن شاطئ هنا، هذا مراسي. عمان، عمان، ما اعتقد عمان. يعني في كلامتكم قلتون عمان، النعمان فيها هذا يعني مناظر وخيالات، يعني تشوفها هناك غير شغل عادي. ايه انزين، تستغرب على قولتي. انا الحين بقول لكم جوابكم غلط، كامل اجوبتكم غلط. هذا البلد هو، هذه خريطته، هذه خريطته وين؟ تونس. وش تقول؟ السعوديه لو اليمن، السعوديه لو اليمن. تونس. وش توقع؟ انزين، امارات، ليبيا. ليبيا اختار هي السعوديه على هذا. هذه خريطه وين؟ السعوديه. السعوديه اكيد اكيد. متاكد 100%؟ كم بالمئة؟ 100%. 100%. وين تصير البحرين؟ البحرين اكيد ها هني تحت. بعد محاوله ثانيه، محاولة ثانية توقع تحت. الجهة تصير اليمن. اليمن؟ ايه فوق فوق، ولا هني؟ هني تصير مصر. حياتني هني، هني البحرين. تسلم حبيبي. شايفين من قبل؟ وش رايك المناظر؟ حلوة حلوة. زين فوين هذول؟ هذين كلهم في مكان واحد، وين؟ مالديف. مالديف؟ إجابة خاطئة. بعد مصر؟ فكر. مصر طالع، ها؟ ايه، هي المالديف. هذه المالديف، زين. هذه وين نتوقع؟ فلبين. مو المالديف ولا الفلبين، في مكان قريب من البحرين. ما اعرف. وش رايك في المناظر؟ والله جميله المناظر واجد. وين اتوقع تشوف مثل هذا الصور؟ هذه في تايلاند يمكن. لا، واجد رحت بعيد. هذه في عمان. عمان، ليش قلت عمان؟ لان المناظر توحي على ان يعني مناطق جبلية، وهم كذلك خضراء المناطق. بعد انت قررت وسمع جوابك مو صحيح. اذا انا بساعد، هذه الصور في هالدولة، هذه خريطة وين؟ شوف عادل، مو مر عليك من قبل ومو شايف انها. شوفها عادل، تأملها. وايش؟ ما ادري والله ابدا. زين، توقع بلد. توقع تعطني الخريطه بدون بحر بدون شيء. هذه خريطه الدوله به، مو الدول اللي وياها. بس روحها. توقع ها؟ ما ادري والله، ما اقدر ابدا. توقع بالبلد، كل بلد وبس. انزين، السعوديه. السعوديه هذه صح، السعوديه. اوكي، انت قلت غششت يوم سالناك ما قلت. انزين، هذه السعوديه. هذا وين تصير البحرين؟ البحرين هسه. البحرين هسه. انت تقول وين تصير البحرين؟ في وسط.
في وسط السعودية. البحرين في نص السعودية. لا هالصور. عجل. نيقص. أيوة. وين تصير البحرين؟ بحرين هالصوب. الصوب هذا اليمن. الصوب هني. لا لا. بعد هذه قطر. قريب. هذه الإمارات قطر. سحب وجهي هذا. هاي في البحرين هذيك. هي هي. كلهم في نفس المكان. هذه في البحرين. هاي في البحرين. وين في البحرين؟ خلينا نشوفه. هذه أبو صادق. أبو صادق عدل الله. يقول لنا في البحرين. إذا وين هذه في البحرين؟ المريديان. المريديان. زين في واحد جاوب نفس جوابك ترى. بس الجواب لحم مو صح. شوف الصور كلها في نفس المنطقة. وين هذا الصور؟ بعمان. بعمان بعد جوابك مو صحيح. أنا بساعدك. برايك خريطة. هذه لين الصور في هالبلد. هذه خريطة وينه؟ الهند. الهند. شلون عرفت إنها الهند؟ مشوف شايف الخارطة من قبل نفس الطريقة. أنت قربت. الهند في آسيا وهذا البلد في آسيا. بعد عطني خيار ثاني. سريلانكا. لا تشرق لا تشرق. تعال هني. تركيا. تركيا لا مو تركيا. أذربيجان. هذا ليك الصور في نفس هالبلد. هذه خريطة وين؟ يلا آخر توقع. ممكن تركيا. تركيا إجابة خاطئة للأسف. ولا تصير البحرين. الولد قال مني حي الولد نصير. البحرين. بحرين. وين في البحرين؟ والله مناطق غير. يا طالع الصورة مثلا وين في البحرين؟ هذا كأنه الريف. زين هادي. هادي. هذا ليه مو في البحرين؟ في بلد برا البحرين. عطني جواب ثاني. برا البحرين. برا البحرين. أوب. ما مروا عليكم قبل؟ مو شايفينهم ابدا؟ لا والله. انا شايفهم. انا شايفهم. وش رايك المناظر؟ حلوه تمام. ما ادري احس ان البحرين يعني. احس البحرين؟ لو تحس البحرين؟ ما ادري لان صورة المالديف على ما اعتقد مو المالديف اللي هو كان الريف هاري. لا الميريديان. ما راح علي صورة حتى الميريديان. زين خلنا نشوف بعد كم صورة. هالصورة ها شوف. نخلة. النخلة المفروض تساعدك. هاري في وينها يعني؟ تعرف بلدان فيها نخيل. بلدان فيها نخيل؟ ايه. السعودية. هاري في القلعة في الساحل كربابا. في البحرين يعني. في البحرين. هذه الصور في بلد غير البحرين مو في البحرين. غير البحرين؟ ايه. طالعت البحرين فيها كذي شلالات. ما هي تركيا. تركيا وش تقول؟ والله ما ادري والله اخوك. لا مو ايران يا ابوي. وايش رايكم في المناظر المناظر حلوه بصراحه. واجد ممتازه المناظر. المناظر حلوه صراحه. واجد حلوه المناظر. زين وين تتوقعون؟ هاي تركيا. تركيا. والله ما ادري. توقع زين يعني. اتوقع يمكن الهند. الهند. هذا لين مو في تركيا ولا في الهند. زين هذا لين بساعدكم انا. هذا لين في بلد. هذه خريطته. تتوقعون هذه خريطة وين؟ شوف شوف الخريطة. ما ادري والله. مو بعد ولدي كان في كف. هذه ها شوف الخريطة. شايف انها مر عليك من قبل شيء. ما مرت علينا من في المدرسة. في الجغرافية يمكن مرت علينا. وحم ما تذكر شيء من المدرسة خلاص عاد. لا ما اتذكرها الحين. خارطة مو مكتوب مو مكتوب شوف وينه. انا اتذكر الكفافة اللي اعطوني اياها مدرسي. وين الخريطة شوفها؟ والله ما ادري والله كويس. دولة اوروبية ولا عربية؟ دولة عربية. عربية؟ عربية. عربية؟ عربية. تونس. منو؟ دي الجزائر او المغرب؟ الجزائر او المغرب. زين الصور اللي شفتونها وهذه الخريطة في السعودية. ما شاء الله. توقعت تشوف المناظر السعودية؟ لا في السعودية ما اظن. لا لا السعودية السعودية. السعودية صحيح. تعرف صحيح السعودية. ها؟ أبها؟ لا لا. يعني من عدة مناطق هذه الصور. اوكي؟ وين تصير البحر؟ وين تصير البحرين في الخارطة يعني؟ يعني أي جهة من السعودية تصير البحرين؟ وين تصير البحرين وإيش ترى إنه يمكن هالنقط هذه النقاط اللي تحت. النقاط؟ لا هذا النق هذا النقاط مو تبعنا. إحنا مو هالجهة. أمي جايب لنا جغرافية. إحنا مو مال جغرافية يعني. يعني إحنا البحرين أي جهة نصير؟ يقولك زايد فوق هنا ثلاث.
لا لا هذه الصقة. لا وين؟ على اليمين. هالجهة أفريقيا. على اليمين تحت. على اليمين تحت. من هذي؟ تابع عموني إحنا. عجل فوق. فوق الكويت. حيرة بعد فوق تحت السعودية يعني. ما نزل أنا والله. البحرين تصير هذه الجهة. شرق له. إحنا شرق السعودية. هذا لا لا. البحرين تصير هذه الجهة. مشكورين رحم الله عليكم ما قصرتوا.